زوم سانتي. اهلا وسهلا بكم في زوم سانتي، تحقيقاتنا تكون طبيه وميدانيه بامتياز. والحقيقه فرحانين نهار الاحد انه الجمعيه التونسيه لمرضى الكلى حطت الرحال بمستشفى الجامعي بمنزل بورقيبه من ولايه بنزرت وقامت باجراء عده عمليات جراحيه. هذا كان الحقيقه بمساهمه من الاطار الطبي بمستشفى عبد الرحمن الميمني، وخاصه من قبل رئيس قسم جراحه القلب والشرايين تحت اشراف الدكتور امين جمل، استاذ في الطب. دكتور اهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا. الحقيقه البارح كان نهار ماهوش عادي في مستشفى في بنزرت، سيرتو في بنزرت في المستشفى الجامعي بمنزل بورقيبه. افكتيمون في المستشفى الجامعي بمنزل بورقيبه، مش في مستشفى بوقفة، دونك بالتحديد في قسم الجراحه العامه بمستشفى الجامعي بمنزل بورقيبه من ولايه بنزرت. البارح كانت الجمعيه التونسيه لمرضى الكلى وقمتوا ببعض العمليات اللي كانت ناجحه. هو معناتها احقاقا الحق، الجمعيه التونسيه لمرضى الكلى اللي هي لاتيغ اتصلت بنا منذ مده، وكان عندنا الحق نتاع ربي برنامج باش الاطار الطبي نتاع عبد الرحمن الميمني يتنقل يقرب من المواطن، باش نقوموا بالعمليات هذه اللي هي عمليات تنجم تكون بسيطه كما تنجم تكون معقده. دونك سافي مومون اللي قررنا باش نتنقلوا احنا المواطنين باش نسهلوا عليهم الاكسي او سوا. مالوغوزمون الكوفيد هو اللي تعرف عامين عطلنا شويه والحمد لله ذاك الموجه نتاع جويليا ركحت ورجعت المياه الى مجاريها، رجعنا نخدموا واتصلوا بنا من جديد بالرئيس السابق نتاعهم في فريد العايدي والرئيسه الحاليه مدام ألفة معلم اللي اتصلوا بنا وحبينا نعاودوا نحيي البرنامج اللي بناه مده عامين هذه، والحمد لله جسدناه نهار السبت 15 جانفي. دكتور اللي حبيت نعرفه، قداش من واحد تمتع بالتدخل الجراحي هذا من قبل الجمعيه التونسيه لمرضى الكلى في مستشفى الجامعي بمنزل بورقيبه؟ هو في الاول صاروا دي كونسلتاسيون، معناتها عطاونا اون ليست كامله نتاع مرضى، والمشكور دكتور محمد بن رمضان اللي هو ميدسان موديليزور في مستشفى منزل بورقيبه، مدنا بالعديد من المرضى استدعيناهم شفناهم في مستشفى اريانا، عملنا لهم ليزيكسبلوراسيون نيسيسير، وبعد خذينا من المرضى هذوما الاسهل مرضى. علاش؟ خاطر كم فما تنقل غادي والظروف ممكن ماهيش كيما الظروف اللي موجوده عندنا في تربيه في الاقتصاد. دونك شفنا العمليات اللي ممكن القيام بها في الظروف نتاع مستشفى منزل بورقيبه. على ديزاين دو مالاد اللي شفناهم، دونك اون جوجي كو يافي سته مرضى اللي هما ينجموا نعملوا لهم العمليات سور بلاس. وصارت الكونفوكاسيون نتاعهم من دكتور محمد بن رمضان، ومشكور زاد سي دكتور حسناوي اللي خلى على ذمتنا دو سال اوبيراتوار في سيرفيس شيرجي جينيرال منزل بورقيبه. وحالتهم الصحيه تولي السته اللي تمتعوا بالتدخل الجراحي هذا دكتور؟ لا الحمد لله الحمد لله، احنا ما خرجنا ما غادي ما خرجنا من منزل بورقيبه كما تهنينا عليهم الكل، قاموا بالعمليات نتاعهم وبدون مضاعفات، وتهنينا عليهم خرجوا كومبليتمون من المستشفى. خاطر قمنا بعمليات في لوبيتال دو جور، معناتها المرضى يجيو الصباح يقعدوا صايمين ونقوموا بالعمليه، ومن بعد نخليهم في سال دو روبو يرتاحوا شويه ونثبتوا لي كل شيء ماشي بيك. بيان ايفيدامون نقعدوا على اتصال بهم كل سوا حتى ولا دكتور بن رمضان، وفي اخر العشيه الحمد لله كلهم خرجوا سالمين وربي يبارك عليهم ستر. الحمد لله رب. دكتور باش يتم تعميم العمليه هذه نلقاوكم في بعض الولايات الاخرى، خاطر هذا السؤال اللي وصلنا حتى على الباج فيسبوك. لا لا ان شاء الله ان شاء الله بقدره الاله. هو كما قلت لك مده عامين تالي عملنا جدول نتاع اعمال، ما يلزمش بيان سور يكون معناتها انترفيرون مع العمل نتاعنا في مستشفى عبد الرحمن الميمني. صحيح. لازم نلقاو لي كرينو اللي نجموا احنا فيهم اون سو دي بلاس، خاطر بحكم عندنا ديزونجاجمون كبار هوني. عملنا كالندري في كل الجهات نتاع تونس اللي تتوفر فيهم الظروف اللي نجموا نخدموا فيها، بين ايفيدامون خاطر تقعد ديما عمليات على الشرايين اللي ما نجموش ناخذوا فيها ريسك كبير ولا نسيبوا المريض لا قدر الله تصير مضاعفات ما نجموش نخلطوا له. دونك فما برنامج افكتيمون مع الجمعيه التونسيه لمرضى الكلى اللي هي باش تقوم تو بالاجراءات الاداريه، ما اذا تتصل بالمدير الجهوي والمدير الجهوي نتاع اريانا، وكان في اقرب فرصه احنا باش نكون مستعدين باش نتنقلوا وين ما يحبوهم ان شاء الله.
دكتور امين جمل رئيس قسم جراحه القلب والشرايين، ان غرو ميرسي وان غرو برافو ليك انت وستاف ميديكال كامل اللي كان حاضر معاكم، ان غرو ميرسي للجمعيه التونسيه لمرضى الكلى اللي كنتوا تنقلتوا وقمتوا بالعمليه هذيا بالمستشفى الجامعي بمنزل بورقيبه حاجه تعمل 66 كيف، ان غرو ميرسي ان غرو برافو لتدخلكم معنا. يعيشك بارك الله فيك، هذا واجب علينا. ان غرو ميرسي. كانت هذه اليوم الانترفيو نتاعنا في زوم سانتي. زوم سانتي.